اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة توثيق انستغرام. قم بالضغط هنا على طبق الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول الى الاسفل والضغط هنا على انستغرام خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم انستغرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديو قريب.